مشاهدينا تهتم دائرة الخدمات الاجتماعية في كلباء بتقديم حملات تخدم جميع شرائح المجتمع. اليوم تقام لديهم حملة للتبرع بالدم. معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الدرمكي، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية فرع كلباء. صبحك الله بالخير أستاذي. صباح النور، مرحبتين قناة الشرقية. يا هلا فيك أستاذي. من هم المستهدفين من هذه الحملة؟ الحملة طبعا تنظم وفق الخطة الاستراتيجية لدائرة الخدمات الاجتماعية. احنا عندنا في السنة كل فرع يمكن حملة أو حملتين. الفئة المستهدفة طبعا أول شيء المستفيدين من الدائرة عبر الرسائل النصية، وجميع شرائح المجتمع، أي واحد حتى من العامة إذا يبغي. احنا نتواصل بطرق وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصالات أو الرسائل حتى حق الدوائر. فهي المستفيدين نرسل لهم رسائل اللي هم يستلمون مساعدات من عندنا من الدائرة، أو جميع شرائح المجتمع، يعني بنك الدم يستقبل أي شخص بعد موجود. جميل. أيضا أستاذي حابين نعرف ما الهدف من هذه الحملة؟ طبعا الفوائد التبرع بالدم فيها فائدة. أول شيء أنك تنقذ حياة مسن أو تنقذ حياة مريض، ففيها فائدة أنك تكسب الأجر في إنقاذ حياة مريض بقطرة الدم. والفائدة الثانية تعود بعد فيها فوائد كثيرة وصحية للشخص المتبرع. الأمور يعني الطبية هم أدرى فيها، فيها فائدة للشخص المتبرع في الدنيا والآخرة، أجر صحيح وخير في إنقاذ حياة مريض، وأيضا في فائدة صحية للشخص. صحيح. أستاذي، ما هي الجهات المشاركة في هذه الحملة؟ والله احنا أول شيء المستفيدين من الدائرة، هذا كانت فئة رئيسية، وثم تواصلنا مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية في مدينة كلباء. جميل. الأستاذ عبد الرحمن الدرمكي، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية فرع كلباء، شكرا لك. الله يخليكم. شكرا، يعطيكم العافية على جهودكم. الله.